واقف على راس الطراد واقف، والطراد هو يمشي 82 سنة عمره، ويطلع وياهم حداق يوميا، ولا يكرز ولا يمل ولا يتعب. شنو أكله؟ بعد ايش رايك فهد؟ فاهم كل شيء ولا لا؟ والله ابو عبد العزيز ايش رايك؟ انا انا لو بروح للريف بالدره إيه؟ ببلع حط فهد حطه، لا حطه وزير، حطه نائب نائب. انا اهم شيء الشوارع اسويهم. والله فهد طلعت مهين، والله والله طلعت مهين صراحه. فهد فهمان بكل شيء. هذا هذا الجوتي يعزكم الله عندي صراحة من رمضان من أجمل الجواتي، إذا تذكرون أكثر مرة صورته ومقتنع فيه 100% اللي هو الكندورة اسمه. صار عليه تطوير، طبعا هذا اللي عندي من رمضان اللي طاف، صار عليه تطوير خفيف جدا، يعني شفت الخيط قصروا حجمه وصار أفضل، نوع الماتريال نفسه أفضل من الجواتي اللي أنا يعني صراحة أنا عندي كم جوتي هم اللي معتمدهم كاستخدام، وما أجامل بالجوتي. أنا عندي الجوتي أهم شيء الراحة، مو مهم صراحة الشكل، يعني أهم شيء عندي صراحة خفيف ومريح، لأن يعني صراحة أنا طلع يعني مشاويري اليومية ألبس جوتي من الصبح، ما عندي تريح الظهر أرجع، فمن الصبح لليل يعني أحتاج شيء مرتب. جوتي صراحة استخدمه لبوي وهم بعد الحين حق الشباب، لأني أكثر مرة صراحة نسولف عنه، هو جوتي معتمدة أنا وبعض إخواني. هذا اللي عندي من احلى الالوان، شوف الحين هذا الاصدار الجديد وهذاك الاصدار القديم. هذا الاصدار الجديد مو بس الخيط غيره، حتى هني شوف لاحظ هذه الطبقه الزياده، هذه مثل الدعامه الاضافيه فتعطي راحه اكثر. الجوتي من ناحيه مريح، مريح ونص، خذ يعني كلام جارنتي، انا مجربه عدل من رمضان صراحه. والوانه ترى كلها حلوه، يعني في خلينا نقول تعدد بالالوان، في اللي يجي بخيوط نفس هذا، وفي اللي يجي بدون خيوط، في اسود باسود يجي بدون خيوط، في البيج ما ادري اذا يجي مثل هذا، ترى اتوقع راح يطلع حلو البيج اللي نفس هذا واسمه خاكي هو مكتوب. هذا في اسود باسود كامل، وفي هذا، يعني لو تقولي صراحه بالالوان هذا رقم واحد، وهذا بعدين يجي الاسود اللي هو اسود باسود. هذا هذا حيل حلو، جربته خصوصا بالصيفي، دشداشة الصيفية روعة طبعا، هو يصلح دشداشة كل شيء، كل شيء يصلح. بعدين الخيط أو الربطة مالك شغل فيه، تربطه مرة واحدة بس وتنسى، لأنه ما له علاقة، ما له علاقة بالجوتي، الجوتي كله مسكر. هذا والله الأزرق مو هين، طلع خام من فوق ترى. اللي بيعه موقع اسمه فلين، يعني سهل الموقع اصلا اسم على مسمى، مو بس جواتي يبيع، حتى ملابس. الفكره ان حتى الملابس الجواتي كلها نظام شغل العملي. ما بي اصور جوتيك القديم، ابي الصراحه سليمان، صراحه صراحه راحه 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 وتمشي الحكي، مو الحين الحكي بالليل، وبسالك مره ثانيه يعني منها شكل ومنها لا شكل، شكل نزل جوتيك شكل، لا تسولف صراحه شكل مرتب، بس راحه ايش رايك؟ والله مريح حيل، والله يا جماعه عملي دشداشه. انا عندي بس كم براند هم اللي معتمدهم، هذا من واحد منهم. الشخصيه بعد غير الشخصيه لهالدرجه؟ لا بالله فهد ابي والله صراحه، والله العظيم صدق انا والله من الجوات اللي عندي جوتي من الماركات نسيتها حتى هناك ثقيل. لا لا هذا من ناحيه راحه ولا غلطه، ايش رايك بالله عليك؟ ممتاز. ها خلاص تصدق صرنا الحين طقمنا كلنا انا وياك سليمان، ترى بس اسمع سليمان، ترى انت الدفعه الجديده وانا الدفعه القديمه. تصدق في فرق باللون الخيط، انا الدفعه قديمه على قدي. شوف الاسود، هذا اسود ما شاء الله. انا عندي هذا سليمان احلى من الاسود، في عندهم اسود ساده، ساده بساده، هذا اسود احلى شوي. جايب لي صوغه يعني من من قرغيزستان. المشكله شنو؟ زين انت لبست هناك كذي؟ تلبسه هم الرجال يلبسونه، بس لو يدرون الرجال ان عندنا بعض الحريم يلبسونه هناك فشله والله فشله، قام ياخذونه بشوي. موقع فلين وجوتي كندوره ولا مره سووا عليه خصم كذي، الحين مسوي كود خصم على قولتهم سبيشل لكم 20% خصم، فهي اللي يبي الجوتي او مفكر يشتري الجوتي فرصته الحين، لان ترى الكود شغال من اليوم لغايه اخر شهر، ترى ما بقل مني لاخر شهر، مساله الاسبوع هذا بس، استخدم الكود والموقع عندكم تحت. واحده من الافكار الجميله كذي نقشتها بالمسجد، بمسجد الشرعان بالعبدلي، لاحظوا السقف هذا الحين، السقف تشوفه تقول والله كانه ديكور او خشب، بالواقع هو نفس الخرسانه، الخرسانه مالت الهوردي، بس تم صبغها، اول شيء تنظيفها وصبغها، صارت بالشكل الجميل هذا. ف...
فكرة روعة صراحة. ركزت الحين على السقف، هذه الخرسانة نفسها بالصبغ أشبه بالخشب. هذه حركات أبو بندر الله يبارك له، خوش فكرة. هذه الجماعة صراحة حق البيت مو حق المزرعة، المزرعة فيه اللي هو 20-20-20 اللي يبي مزرعته تشعلل على قولاتهم يصير شيء طيب، 20-20-20 اللي هو خلينا نقول المتعادل، وفي الثاني شريته مال الورد الحين نجيبه. ايوه جيب كينت حبيبي، هذا 13-40-13 الرقم الاول. بقول لكم قاعده مالت الان بي كي، الرقم الاول دائما حق الجذور والتخضير يعني بشكل عام، الثاني هذا حق التزهير، الرقم الثالث اذا كان اكثر هذا حق حق الثمر نفسه، اذا طلعت الطماطه تبي تكبرها. فانا نفسي هذا حق الورد وهذا متعادل. اللي يصير كالعاده، احنا هذول اوديهم البيت احطهم سطل وقفل عليهم، كل يوم سبت يعطي من هذا وسبت يعطي من هذا، او باختصار نقدر نقول هذا بس حق الورد وهذا حق الاشجار بشكل عام. الخيشتين هذول الوحده تقريبا ب 14 كفي حق السنه كامله، يعني مو بعد سنه واكثر، لان اعطي شيء بسيط. اللي متابع قبل السنه اللي طافت واللي قبلها سنتين يدري ان الصوره فيها شيء عزيز علينا ناقص هنا. راحت الله يغفر لها، كان اللي هني عرفته، بس المهم السنه هذه نسوها، بس شبعنا من الضغط على قولتهم. السنه هذه ان شاء الله مشت الابرار رتبت وياهم على اساس ان خلال الاسبوع هذا نجيب الورد ونزرع هني وهني، وهذا كذلك خط هني. تذكروا هذا الفيديو، احنا الحين في اخر 10 البتونية حالاتها تنزرع بعد مو الحين، يمكن اسبوع اسبوعين خلاص يبدا يزين الجو. فباذن الله نفس السنه اللي طافت اللي قبلها، خط هني يوقف هني بعدين ها كذي كذي كذي، هذا كله ورد هني يوقف بعدين كذي يرجع. سلام يا سلام يا سلام يا سلام، مشوي ولا مو مشوي؟ ان شاء الله مشوي. كفو والله كفو. بتكفى بشوفك تشرب، مساء انا شايفك لما اشرب بطلع صوت. يلا عادي. يا كبير. عوافي. يلا. انا اقول ملعب. اخرتها ضفدع يتمشى بالملعب. سبحانك يا رب. والله اني فاقدك، والله اني دريت، والله حسيت يا فهد هناك. الله اكبر الله اكبر. لا 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 شوف الفرق. لا 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 والله لا شنو شوف الفرق من صدقك انت؟ شوف يا جماعه والله العظيم، ترى شوف انا جربتها قبل. لا بقول شيء انا مجربها قبل، ترى المقص هذا مال التقليم فتنه، عرفت؟ تقص زود تقص زود ما تدري عنك. شوف تكفون هذا الحين نص الممر وماطت الاذى عن طريق يقول ماطت الغذى. فهد احنا طالع الحين، شوف سيجاره مبينه طاح شلون الممر هني، ايش رايكم يا جماعه صراحه؟ يعني شوف الممر هذا يا حلوه، تتمشى براحتك يا حلو. شوف الشجر الحبيب على ابن قدام غرفته، يعني الحين كان نتكلم خلاص كلام. ايه التبرير يقول لك ماطت الاذى عن طريق اعظم الاجر. ايه واحد من الشباب مسكين هني ما يصير. لا ما كانت كذي ما بعدين على فكره تعال تمشي هذا الممر مترين ونص، امشي بالمتر هذا تحت الساس يا اخي. بالعكس رجال الحين انا امام تحدي، هذا حدودي طبعا. ايه شوفوا المكان اللي تغلب قبل حبيبي هني ما في ولا اشوف متر تقريبا نتفهم تنتيف. التغليم يعزز نشاط الشجر، يعزز في متى؟ بعد الموسم، قبل الصيف يعني بشهر 4-3. انت ما تعلمني الزراعه. والله يا جماعه شوف والله صراحه، ايش رايكم الحين قدام غرفتي الحبيب؟ شوف هنا قدام غرفتي مر الواحد. صبر يا تمشي. روح والله روح. لا 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 مو كذي. ها شوف قاعد تمشي. اوكي تبي تغلب قص هذا بس كذي يعلق. زين اما تنتفها هني كلها ترى ماكو فرق. شنو ماكو فرق؟ هذا ماكو فرق. شوف شلون خليت لي فوق، هذا ماكو فرق. نفس حدائق هذا حدائق الهاف هنا حدائق شلون فوق ظل يمشي تحته. اي تذكر كلامي والله فهد. شوف
لا لا حيل حيل احس انا حيل نتفته. شوف 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 الحين تتمشى بالممر هني شوف ها شفت هذه هذه حلوه شوف كذي طالع ما له شغل ممر ما له شغل هذا نفس الشيء. الحين شوف شوف الحين دقيقه دقيقه فهد وخر من هني المكان اللي فيه طايح هذا شوف شلون شوف شلون جمال هذاك زينه مو جمال هذا صراحه بشاعه تذكر لا هو ما 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 اقول لك بس انت حتى هني حرام من تحت يعني فرض مسكر كذي اخ منك اخ ترى صدق يا جماعه اللي معاه اللي يمسك هذه المالة التقليم المقص ادمان ترى يصير مثل الفتنه تفتن تقص 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 زود لين تلقى نفسك لما تبعد شوي طالع من بعيد شوف هذاك المنظر شغل فن وخلنا نشوف جديد فن شركة العطور فن باي فن فن صراحة بالعرض اللي مسوينا باعوها حس يعني عرفت عرفت واحدة من الشركات اللي تخربها فن مسوين عرض أولا منزلين هذه العطور هذه العطور موجودة من زمان ولكن بالحجم هذا الخمسين ملي أرورا من أجمل العطور اللي في فن ديزاير مشهور جدا بلومينغ روز كذلك وهذا العطر اللي انا اعرفهم وراهن عليهم هذول الاثنين حيل حيل اراهن عليهم العطورات هذه مسوين عليها عرض قبل ب 22 دينار حاليا ب 9 دنانير 9 دنانير هذا العطر الجميل وهذا التغليف المرتب لو تبي هديه طبعا فن بشكل عام لو تدش موقعهم مسوين عروضات عروض قويه حيل حيل يعني المسك كان ب 12 صار 9 خلي هذا مو من اقوى العروض الباجي على يعني بعضهم يوصل لغايه 60% المبخر صار ب 10 بدل 14 كثير من هذول العطورات جلوري جلوريا من العطورات جدا مميزه صار ب 16 دينار طبعا خلال هذه الفتره هذا اراهن عليه اروره